كلامنا متواصل عن الكرة المحلية ومنتخب مصر مع ضيفنا العزيز كريم فاضل الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الفل. نورنا ومشرفنا. ده أنا سعيد إن أنا بكون معاكم. حبيبي إحنا اللي بنسعد بوجودك دايما وعندنا كلام كتير هنتكلم معاك عليه. وخلي بدايتنا بماتش بكرة. حلو. ومنتخب مصر ومنتخب جيبوتي. المنطق يقول إن لو حطينا كل اسم في كفة بطبيعة الحال مفهوم أنهي كفة اللي هتكون راجحة، لكن هل نقدر نعتمد على ده ولا مش صح ان احنا نعتمد ولا حتى نراهن على ده في ماتش زي بتاع بكره؟ خلينا في البدايه بس نقول ان كره القدم بتتطور وبتتغير بشكل كبير في العالم اجمع، وبالتبعيه في قاره افريقيا منتخب جيبوتي مش من المنتخبات المصنفه، يعتبر هو اضعف منتخبات المجموعه، ولكن لابد من الحذر. يعني ما فيش ما يمنع من الحذر والحيطه واتخاذ الاجراءات الدفاعيه الواجبه في مباراه زي دي. منتخب جيبوتي عنده في الفتره الاخيره لعب 3 مباريات وديه حقق الفوز فيها على منتخبات زي كينيا وموريشيوس وباكستان، صحيح منتخبات مش مصنفه ولكن يكفي ان هو نوت بات بالظبط، يعني او على الاقل كانت في وقت من الاوقات يعني ده كلام صحيح، وخصوصا انه قدر في المباريات دي انه يحافظ على نظافه شباكه في مباراتين امام كينيا وموريشيوس، او امام منتخب باكستان تلقى هدف وكسب في الـ3 مباريات بـ3 اهداف. اوكي. عنده مجموعه من اللاعبين الجيده او متوسطه المستوى، الاغلبيه طبعا بتلعب فريق ارتا سولر الفريق المحلي. او عنده منافس في الكونفدراليه مع الزمالك تعتقد. لعب امام الزمالك. بس ارتا سولر من الفرق برضو يعني تعتبر يعني عندها لعيبه، خلي بالك. بالظبط. يعني هو ابرز اللاعبين في المنتخب. انس فرح ده بيلعب في الدوري النرويجي، وجبريل دادزي لاعب ارتا سولار اللي هو سجل الهدف الاول في مرمى الزمالك في المباراه الاولى. وفي برضو بعض اللاعبين الصغار في السن، لكن الارقام والمعطيات والتاريخ وكافه الامور الكرويه بتقول ان منتخبنا يقدر يحقق فوز مريح وبنتيجه كبيره تساعده في التصفيات الصعبه بدون وجود اي فرصه لمفاجات غير متوقعه. لا ما ينفعش، يعني احنا حتى المفاجآت ملهاش مكان والله. خلي بالكم على مدار تاريخنا في التصفيات دايما بتكون في مفاجأة هي اللي بتطيح بيك، يعني طبعا لو تتذكروا مباراة ناميبيا اللي احنا تعادلنا فيها ما كانش ليها اي لازمة انك تتعادل مع منتخب بالضعف. صحيح. ده خرجت من التصفيات. وبرضو في مباريات زي زامبيا في تصفيات كأس العالم 2010 اللي تعادلنا في المباراة الأولى داخل الأراضي المصرية، لو كنا حققنا الفوز في المباراة دي كنا صعدنا. قيس على ده بقى على مدار التاريخ، أنت كنت لما بتستثني المفاجآت دي بتقدر تصعد، يعني سواء في تصفيات كأس العالم 90 كان معانا كينيا كان معانا ملاوي، لو كنت خسرت أو حصل لك دروب في أي مباراة من المباريات دي ما كنتش تقدر تروح للمباراة الفاصلة مع منتخب الجزائر وتتأهل. كذلك في تصفيات كأس العالم 2018 انت كان معاك منتخبات زي الكونغو، اوغندا، غانا، عملت مباراه قويه قدرت انك تتفوق عليهم تتفادى المفاجات اللي حضرتك بتقول عليها، بالتالي تاهلت. عاوزين نتاهل تاني وتالت، يعني انت في فرصه عظيمه ان في 9 منتخبات افريقيه هتتاهل مباشره. يعني لما يكون 9 منتخبات مش من ضمنهم مصر، لا هيبقى نبطل كوره احسن بقى. طبعا تخيل ده يحصل. لا ان شاء الله مش هيحصل، بس يعني ده يبقى سيناريو. لا طبعا بهزر، يعني بس سيناريو هيبقى قاسي جدا علينا احنا، يعني على الاتحاد وعلى اللاعبين. لا هو صعب طبعا، هنتكلم بلغه المنطق طبعا صعب جدا، لكن زي ما انت قلت وزي ما برضو ذكرنا انا وكريم كره القدم فيها مفاجات، لكن في حاجات ما ينفعش برضو فيها المفاجات. بالظبط. يعني يعني الحياه فيها مفاجات بس برضو في حاجات ما ينفعش يعني عقلك يستوعبها. بالظبط. يعني زي ما بيقولوا كده لابد ان ينتصر المنطق فيها. بالظبط.